أوجد حاصل ضرب 2x زائد 8 ضرب 2x ناقص 8. إذن بهذه الحالة سنضرب عبارتين ذات حدين، ويمكنك أن تستخدم فويل ويمكنك أن تستخدم خاصية التوزيع. لكن الفكرة من هذه المسألة هي أن نرى إذا ما كنتم تدركون النمط هنا، إنه يتخذ شكل A ناقص B مضروبة في A زائد B، حيث أن B تساوي 8 و A تساوي 2X. سوف أضربهما وأرى ماذا يحدث عندما يكون لدينا هذا النمط، كيف سيبدو حاصل الضرب. فإذا أردنا أن نضربهما يمكننا أن نقوم بتوزيع A زائد B. يمكنك أن توزع كل هذا على A ثم على ناقص B، وقد فعلت هذا الأمر هنا في هذه المسألة، لكنني أريدكم أن تجدوا النمط العام هنا. إذا لدينا A مضروبة في A زائد B ناقص B مضروبة في A زائد B. إذا لقد انتهيت من خاصية التوزيع للمرة الأولى، والآن يمكنني أن أفعلها للمرة الثانية. يمكنني أن أوزع الـ A على A زائد B، فنحصل على A تربيع زائد A B، ونوزع الناقص B على A B، ونحصل على ناقص A B ناقص B تربيع. الآن إلى ماذا يبسط هذا الناتج؟ حسنا، لدي AB وأطرح منه AB فيتم حذفهما، ويتبقى لدي A تربيع ناقص B تربيع. إذن النمط العام، ومن الجيد أن تعرفوه، إنه أسلوب سريع جدا، هو أن A زائد B مضروبة في A ناقص B دائما يكون ناتجه A تربيع ناقص B تربيع. إذن لدينا A زائد B مضروبة في A ناقص B، وحاصل الضرب هذا يساوي A تربيع يساوي 2X تربيع ناقص B تربيع يساوي 8 تربيع. إذن 2X تربيع تساوي 4X تربيع، 8 تربيع تساوي 64. إذن هذا يساوي 4X تربيع ناقص 64، وانتهينا.